ليست هذه الستائر عادية، بل هي ألواح لتوليد الكهرباء تمتص الطاقة الشمسية المنخفضة باستخدام وحدات كهروضوئية مثبتة على كل شريحة منها. نظام أنتجته شركة سولار جابس الأوكرانية، التي أكد مؤسسها أن تقنيته تتيح للملايين من سكان الشقق في العالم إمكانية الحصول على الطاقة الشمسية. الأهم أن 60% من السكان لا يملكون سطحاً يمكنهم من استخدام ألواح الطاقة الشمسية، وهو ما يعني أن النافذة مصدر الطاقة الوحيد، والستائر على عكس أي أدوات أخرى يمكنها حل هذه المشكلة وتوليد أقصى قدر من الطاقة. تقدر الشركة إنتاج متر مربع من نظام ستائرها بما يراوح بين 100 و150 واطاً في الساعة، لتحقق توفيراً متوقعاً في استهلاك الطاقة يصل إلى 70%. كما يتيح النظام برمجة لوحاته عن طريق تطبيق ذكي ليتعقب ضوء الشمس وتغيير زاويتها معه. نظامنا ينتج 11,000 واط، أي ما يعادل شحناً كاملاً ل 1800 جهاز آيفون، أو 7 أيام من عمل الثلاجة، أو 370 ساعة من ضوء المصباح الكهربائي. تطوير المنتج استغرق 2 عامين من العمل عقب حملة تمويل ناجحة على موقع كيكستار للتمويل الجمعي. وتحاول الشركة تسويق فكرتها عالمياً، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع عملاق التكنولوجيا الأمريكية أبل لتطوير منتجاتها، كما تعمل حالياً على نسخة مطورة من الستائر ستكون قادرة على العمل في الظل.